عايز اعرف انت ساكت ليه؟ سبت مروان ومشيت ليه يا حسن؟ اتكلم معايا وقول لي. مش هو ده مروان اللي كنت عايزه تقتلي ولده؟ مش هو ده اللي قلت عليه خد عمر عبد الله؟ اتاكد وبعدين نتكلم. ايوه يا حسن، انا مش عارفه الحقيقه فين. لما شلت عبد الله وهو قطع النفس وميت على ايدي، عقلي راح مني، ما بقتش عارفه افكر. شكيت في كل اللي حواليا غصب عني. انا امي يا حسن. ايوه امي. انا لما عرفت ان انا حامل كل حاجه فيا كانت مستنيه انه يجي. قلبي شافه قبل عيني، حسيت بيه جوايا. لما كنت اجي انام واحس بيه جوا بطني كنت ببقى مبسوطه وفرحانه. لما شلته على ايدي حسيت ان الدنيا حلوه قوي يا حسن. لما حضنته اول مره على صدري حسيت احساس غريب قوي، عمري ما حسيته قبل كده. تعرف يا حسن، لما كنت ابص له كده والاقيه بيضحك وهو نايم، افتكر امي لما كانت تقعد تقول ان العيال الصغيره لما تضحك وهي نايمه بتبقى الملائكه حواليهم بتلعبوا. بعدين انا عمري ما هنسى حسن، وهفضل ادور على اللي عمل كده في عبد الله، بس لحد ما الاقيه بقى واتاكد منه هشيل اي عداوه جوايا لاي حد. عارف يا حسن، عمري ما نسيت ولا سامحت يا حسن. لا، انا بعمل كل ده علشان يوم متاكد مين هو هجيبه تحت رجلي وهدفنه حي. ساعتها هيبقى ضميري مستريح اللي خدت حق ابني. مش مهم بعد كده ايه اللي حصل. عبد الحكيم اللي انا شايفك واخده في حضنك ليل نهار، بتحبيك؟ لا، ما بحبوش يا حسن، ولا دخل قلبي. وعشان أكون صريحة معاك، لو كان ابن أي حد تاني غير مفيدة كان ممكن أحبه، بس أنا هشيله وهدلعه وهغنيله كمان يا حسن. عارف ليه؟ ليه يا ريتال؟ عشان ابن حسن. أنا عمري ما نسيت كلامك يا حسن. فاكر لما قلت لي إن عبد الحكيم قبل ما يبقى ابن مفيدة فهو ابن حسن؟ يعني حتة منه، واللي منك مني يا حسن. عبد الحكيم هحطه جوه نمنا عيني عشان خاطرك انت بس، حتى لو كان ابني مفيده اللي عمر قلبي ما هيستريح لها ابدا. ليه؟ وايه اللي ليه يا حسن؟ ليه ما عملتش كده من زمان؟ ليه عقلك ما جلكيش؟ القلب الصافي يسيع الكل. يا روحك ما جابتكيش ناحيتي. ليه ما سمعتش منك الكلام ده في الوقت اللي كان المفروض اسمعه فيه؟ ما كنتش فاهمه يا حسن، ما كنتش فاهمه والله. دلوقتي فهمتي؟ اه فهمت يا حسن، وعرفت وبقولها لك اهو. انا مراتك وبنت عمك، قول لي اعمل ايه يا حسن؟ اعمل ايه علشان تصدق ان انا اتغيرت واني لسه بحبك؟ انت كنت بتحبني يا حسن مش كده؟ اقول لك، انا قلبي كان رايح لك يا ريتال. كنت بحلم اني هكون معاك الفارس اللي يخطفك ويلف بيك الدنيا. بالنسبة لي حلم، نفسي أحققه، بس يا خسارة مفيش حد فهم حسن ولا قرب منه ولا دخل جوا قلبه. أنا يا حسن، أنا مش ضعيف يا ريتال كيف ما الكل فاكر. طيب مش ضعيف أبدا، ولا يده مش طايلة ولا قليل الحيلة،
الطيب بس بيفكر ألف مرة قبل ما يعمل أي حاجة تأذي اللي منه. الطيب بيجي على نفسه عشان خاطر اللي بيحبه. أنا فحت للقلب يا ريتال، قلت لي خشي اقعدي فيه وربعي وتحكمي فيه زي ما انت عايزه، بس انت دوست علي برجليك. ولو قلت لك اديني فرصه تانيه؟ طيب الفرصه اديها انت لحالك يا ريتال، حسبيها. اجي في كده قدام نفسك وشوف المفروض تعملي فيها ايه لو انت مكاني. عارفه انا ليه سايب لك عبد الحكيم ومطمن؟ عشان عارف ومتأكد انك لا يمكن تأذيه، لان لو حصل هتشوفي مني اللي عمرك ما شفتيه. وانا هشيله جوه عيني يا حسن واحطه في قلبي، وهتشوف مني اللي كان نفسك تشوفه من زمان، وهقف في ظهرك وهبقى جنبك. بس توعدني لا مروان وزينب ليهم يد في موت عبد الله. ما تكمليش، طلع ليهم يد انا اللي هاخد طاره بيدي. كده برضو قاعد بتفطر من غيري، وانا اللي قلت مش هحط لقمه في بقي غير وانا قاعده معاك. انا قلت اسيبك براحتك. انت راحتي، وبعد كده أي حاجة هتقولي عليها هقول أمين على طول. ممكن أعرف بقى إيه سر التغيير المفاجئ ده؟ محتاجالك. عارفة لو كنت قلت إنك بتحبيني كنت على طول قلت إن أنت كدابة. طب وهو الحب إيه غير إن أنت اللي بتحبه وعايزه يفضل قدام عينك طول اليوم وتفضل قاعد معاه طول الوقت؟ بس أنا في سؤال اللي سألته لك وبرضه ما عرفتش الإجابة عليه، إيه السبب؟ يمكن يعني تكوني محتاجة حد يبقى معاكي تتسند عليه، راجل قوي محدش يقدر عليه علشان تتحامي فيه. وماله، أي ست في الدنيا ما بتفكرش غير كده، عايزة راجل كبير وقوي تتسند عليه وتحمي ظهرها. ولا يمكن تكوني خفتي؟ نايمة ما بتخافش. ولا بحبك، حتى لو انت ما بتحبنيش انا قلبي اتفتح لك يا نعيمة. نعيمة انا هخليكي ست الستات.